رمضان مبارك. السلام عليكم বন্ধুরা আজকে ভিডিওটা খুবই ইন্টারেস্ট হতে চলেছে কারণ চায়নাতে আজকে প্রথম রমজানের দিনে আমরা শুক্রবারে সবাই একসাথে নামাজ পড়তে যাচ্ছি এবং সব বাংলাদেশে মিলে একসাথে নামাজ পড়তে যাচ্ছি ইন দিস ভিডিও উই গোনা শেয়ার এভরিথিং ব্রো লেটস গো أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذانا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى
صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حزيت في الله لم تزم ولم تهم. حزيت في الله لم تزم ولم تهم حتى غدد أمة الإسلام في النجوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد القولين والثقلين. محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. مولاي صلي